الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه صلاه وسلاما الى يوم الدين. اما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في كتاب الفضائل، قال: باب استحباب الاجتماع على القراءة. باب استحباب الاجتماع على القراءة، أي على قراءة القرآن. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. رواه مسلم. وهذا الحديث لا شك أنه حديث عظيم، فيه الحث على مجالس الذكر وعلى الاجتماع على طاعة الله، خصوصا على كتاب الله سبحانه وتعالى. فالاجتماع على كتاب الله سبحانه وتعالى تلاوة تدبرا ودراسة من أعظم الأعمال وأجلها عند الله سبحانه وتعالى، ولذلك ترتبت عليها هذه الفضائل العظيمة. قال صلى الله عليه وسلم: نزلت عليهم السكينة، غشيتهم الرحمة، حفتهم الملائكة، وذكرهم الله في من عند. أربع فضائل في هذا الحديث. في الحديث الآخر يقال لهم في ختام مجلسهم: قوموا مغفورا لكم، بدلت سيئاتكم حسنات. وفي الحديث الآخر: هم القوم لا يشقى بهم جليس، إلى غير ذلك من الأحاديث التي فيها الفضائل العظيمة لمن جلس في مجالس الذكر. فمجالس الذكر مجالس عظيمة، مجالس عظيمة تشهدها الملائكة لفضلها وعظيم شأنها عند الله سبحانه وتعالى. فلذلك على المسلم أن لا يحرم نفسه من هذه المجالس لما فيها من الخير العظيم، فيها هداية القلوب وتثبيتها، وفيها تصحيح الأعمال. ولذلك لا يعلم المرء عمله إن كان موافقا للصواب أو لا إلا بمجالس العلم ومجالس الذكر وسؤال أهل الذكر. فالمسلم عليه أن يجعل من وقته لهذه المجالس، فيجلس فيها يتعلم، يذكر الله، يتذاكر. وكلنا بحاجة إلى هذا الأمر. فأولاً قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: ما اجتمع قوم، فيه سنية الاجتماع، سنية الاجتماع على كتاب الله. قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله. قال: في بيت من بيوت الله، المراد ببيوت الله هذه المساجد، وأضيفت إلى الله عز وجل إضافة تشريف. وقد قال أهل العلم إن المراد بهذا الحديث الغالب، يعني الغالب على مجالس الذكر المساجد وبيوت الله. لكن لو كان هذا المجلس في غير المساجد، هل يدخل فيها ولا يدخل؟ نعم يدخل، لأن الأحاديث تأتي على الغالب من الفعل. فالغالب مجالس الذكر تكون في المساجد، ولا يعني ذلك أن غير المساجد لا تدخل في هذا الحديث. فكل مجلس ذكر لله سبحانه وتعالى يدخل في هذا المعنى في هذا الحديث، وإنما ذكر بيوت الله على سبيل الغالب وعلى سبيل الأفضلية بلا شك ولا ريب. قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله. هنا قال يتلون كتاب الله، ما المراد بالتلاوة؟ المراد بالتلاوة ليس مجرد القراءة فقط، يدخل فيها التلاوة المجردة، ويدخل فيها التدارس يعني تعلم المعاني، ويدخل فيها العمل، يدخل فيها العمل. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، يتلونه حق تلاوته يعني يعملون به حق العمل. فتلاوة كتاب الله يدخل فيها هذه الأمور الثلاثة: تلاوة مجردة، وأيضا يدخل فيها التدارس والعلم بالمعاني،
ويدخل فيها العمل، العمل بما في كتاب الله سبحانه وتعالى. والتلاوة على أي كانت التلاوة فإنها جائزة، سواء كانت بالقراءة ثم الترديد، أو أن يقرأ شخص ويستمع الباقون، أو يقرأ رجل ويقرأ بعده من يكمل الآيات، أو تقرأ نفس الآيات بالدوران بين الحاضرين. كل ذلك من أساليب تعلم القرآن وتعليمه. فأيا كانت طريقة التعليم صالحة ومفيدة جاز الإنسان أن يعمل بها، وهي داخلة في داخلة في هذا الحديث. فقال صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه. تدارس كتاب الله من أنفع الأعمال وأجلها، لأن فيها معرفة الحق ومعرفة الباطل، بها هداية القلوب وتصحيح الأعمال. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم والسلف كانوا لا يتجاوزون الآيات إلا بالعلم والعمل، فيتعلمون هذه الآيات قراءة، ويتعلمونها علما، ويتعلمونها عملا. فهذا هو معنى تعلم القرآن على الوجه الكامل: التلاوة والتدارس والعمل. قال: ويتدارسونه بينهم. هل يدخل بذلك غير كتاب الله كتدارس الحديث وغير ذلك من أمور الدين؟ نعم يدخل، لأن كلها داخلة في كتاب الله، لأن تدارس العلم كله مأمور به في كتاب الله. فإن درست القرآن مباشرة، أو درست الحديث، أو درست كتب الفقه، كتب العقيدة، وأيا كانت هذه الكتب لكنها متعلقة بالعلم الشرعي، فهي داخلة في هذا الحديث، لأنها داخلة في عموم كتاب الله، لأن كتاب الله أمر بذلك. وكل هذه الكتب التي ألفها أهل العلم إنما هي موصلة إلى فهم كتاب الله، والوسائل لها أحكام المقاصد. فلو تدرسنا كتاب الفقه، كتاب التوحيد، أي كتاب يتعلق بالعلم الشرعي فهو داخل في هذا الحديث، وهو تدارس كتاب الله، كتاب الله تعالى. ثم قال: نزلت عليهم السكينة. السكينة المراد بها طمأنينة القلب، طمأنينة القلب وراحته، وهي أمر يقذفه الله عز وجل في القلوب. وهذا أمر مشاهد ومحسوس، يحس به من جلس في مجالس العلم، يجد في نفسه راحة وطمأنينة. وكلما اعتاد المرء الجلوس في مجالس العلم والذكر فإن قلبه يكون مطمئنا، ويخلص من القلق، ويخلص من الشك والارتياب الذي يكون في القلوب. وإذا عرفنا ذلك علينا أن نزداد من هذه المجالس جلوسا ومدارسة. قال: نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة. قال: غشيتهم الرحمة، كلنا يطلب رحمة الله، كلنا ذو ذنب وكلنا مقصر، فنحن بحاجة إلى هذه المجالس. فإن لم تستفد منها علما استفدت منها رحمة، رحمة من الله: هم القوم لا يشقى بهم جليس، قوموا مغفورا لكم، بدلت سيئاتكم حسنات. فعلى المسلم أن يغشى هذه المجالس حتى تغشاه الرحمة، تغطيه رحمة الله سبحانه وتعالى. قال: وحفتهم الملائكة. فالملائكة تأتي في مجالس الذكر، تحف الجالسين في مجالس الذكر، وهذا يدل على فضيلة هذه المجالس. والأمر الآخر وهو الأخير في هذا الحديث وهو الأعظم: ذكرهم الله في من عنده، ذكرهم الله ثناء عليهم. وأي فضيلة أن يذكرك الله عز وجل في من عنده. فإذا هذه فضائل عظيمة، وهي بعض فضائل الجلوس في مجالس الذكر، ذكرت في هذا الحديث العظيم. ومن سمع مثل هذا الحديث يحرص الحرص الشديد على مثل هذه المجالس لما فيها من الخير العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك القادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.